وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش. أهلا ومرحبا بك. بداية، 4 شهداء و110 مصابين نتيجة استخدام الأمن قنابل الغاز المحرمة ضد متظاهري ساحة خلاني يوم أمس فقط. إلى أي مدى تفسرون استمرار القمع المميت من قبل القوات الحكومية وميليشياتها؟ تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام وإلى استواء. حياك الله. يعني الآن ليس بجديد على هذه الطغمة الفاسدة والأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران، لأنهم متمسكين بالسلطة، ومن جانب آخر يدعون هم يمثلون المكون الشيعي بالنسبة للأحزاب الحاكمة، وهذا يدل على أن هذه الأحزاب متمسكة بهذه السلطة حتى وإن أبيد جميع الشعب العراقي. لكن وعي الشعب العراقي الآن ووعي الشباب في ساحات التظاهر ووعي الثوار هذا يثبت بأنهم مصممين ومصرين ولا تراجع إلا بإزاحة هذه الطغمة الفاسدة عن العراق وعن المنطقة. طيب، اللافت يوم أمس هو عودة قنص المتظاهرين، كيف تقرؤون استهداف الناشطين في عيونهم بعد أن أصيب ناشط بعينه ببنادق الصيد؟ هذا يدل بأنه هناك يعني نية أو استراتيجية لدى هذه الأحزاب وميليشياتها على إرهاب هذه الشباب وعلى إرهاب الثوار للثني عن مطالبهم أو لتفريقهم عن ساحات التظاهر، وبالتالي أن المتظاهرين والثوار مصممون مهما كانت التضحيات، وما يثبت ذلك طيلة هذه الأشهر التي مضت وهم في الصدور عارية وفي سلمية لم يشهدها العالم سابقا إلا وأن شهدتها ساحات الاعتصام في الأنبار والحويجة وفي بغداد سابقا، وبالتالي هذا التصرف هو تصرف همجي مدفوع ثمنه من إيران وبتوجيه إيران الصرف لإرهاب أبناء الشعب العراقي لعدم إسقاط هذه العملية السياسية ولكي تبقى هذه الأحزاب والعراق باعتبارها هي محاصرة اقتصاديا، ومن الجانب الثاني يبقى البوابة الرئيسية إلى إيران لنشر أفكارها القومية والدينية إلى المنطقة. طيب، ما خطورة استخدام بنادق الصيد ضد المتظاهرين؟ يعني ألا يعد هذا جريمة تضاف إلى جرائم قتلهم بالغاز السام والرصاص الحي؟ يعني هو وفق القوانين الدولية، جميع القوانين الدولية لا تقر هذه الأعمال الوحشية، وبالتالي لا يجوز استخدام حتى المياه أو الغاز المسيل للدموع أثناء التظاهرات، ولكن يبدو أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في هذا الصمت المطبق هو الذي يحير العراقيين الآن، وعلى المجتمع الدولي أن يبادر ويقف مع المتظاهرين ومع الثوار لنيل حقوقهم وكبح مشروع إيران الذي تسعى من خلال العراق تعبيره عبوره إلى جميع المنطقة. طيب، برأيكم يعني هل أفلست الأحزاب السياسية وميليشياتها في التعامل مع الثوار ولم يعد أمامها إلا قتلهم؟ يعني بعد هذه الأشهر جميع الأساليب ضد الثوار وصمود هذه الثوار الرائع، الصمود الرائع والصمود البطولي، عجزت بكل تأكيد هذه الأحزاب وميليشياتها من إنهاء تمر الثورة، ولن تثني هذه الشباب وهذه الصدور العارية مهما استخدموا من أساليب، وعلى الشعب العراقي أن يتحمل مسؤوليته للالتفاف حول الثوار والمشاركة الفاعلة في جميع أنحاء العراق وإسناد الثوار بكل ما أتوه من قوة وبكل الأساليب المتاحة للدفاع عن أنفسهم والاستمرار بهذه الثورة لحين كمس جميع الأحزاب وميليشياتها وإيقاف مشروع إيران التمددي الذي أصبح خطر على العراق وعلى دول المنطقة وعلى المصالح الدولية. طيب، عنف ممنهج تمارسه القوات الأمنية والميليشيات منذ 5 أشهر، هذا العنف وسط صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة، ما هو تفسيركم لهذا الصمت الدولي على قتل المتظاهرين السلميين؟ يعني بكل تأكيد المنظمة أصبحت رهينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الحكومات الأمريكية، وأما بقية العالم فهو
بكل تأكيد يسعى كل من يسعى، كل طرف يسعى وفق مصالحه، ويبدو هناك التزام أو اتفاق أمريكي إيراني على إنهاء هذه الثورة لكي يبقى العراق ضعيفا. ما دام العراق يبقى ضعيفا ممكن على الأمريكان والإيرانيين والصهاينة تنفيذ كل مشاريعهم، أما إذا أصبح العراق قوي نعم الأمريكان وتظهر السوء وجارة الشر وجارة الأفكار الصفراء التي لا تحترم لا حقوق الإنسان ولا الإنسان، ولا تحترم حتى الطائفة الشيعية التي كانت تتبجح بأنها تخشى أو تخاف على الطائفة الشيعية، ولكن يبدو الآن أبناء الشيعة في جنوب نعم وكشفوا على عين مقتدى الصدر وهذه الأحزاب المتمثلة بالأحزاب الإسلامية. نعم، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.